السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأمور التي يسأل عنها الكثير من الناس الذي يبالغ في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، كيتوضا كيستنشق كيتمضمض ولكن بالغ وشعر بأن الماء أدخل لي في نيفه أو تسرب لي في فمه لما قام بالمضمضة، جه الماء بارد هو يعطشان شعر شي حاجة دخلت لي الحنجرة، أو أنه كيستنشق في عملية الاستنشاق تسرب إليه شيء من أنفه ودخل إلى الجوف، ماذا عليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا، فأحد الصحابة سأله قال لي يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. فالإنسان مطالب بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الأيام العادية، لكن في رمضان لا، رمضان لا ينبغي أن نبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة. فإذا إنسان بالغ ودخل إلى الماء إلى جوفه، هنا العلماء يقول لك لقد أفطر، لقد أفطر، فعليه أن يتم صومه، فسد الصوم لا إثم عليه، الإثم موجود، لكن الصيام فسد، فعليه أن يتم صومه، ومن ليس لرمضان يقضي ذلك اليوم. فعلينا أن نحضر أيها الأحباب الكرام هنا باش ما يدخلش الوسواس عن بعض الناس، كنقولوا اللي بالغ اللي تعمد، أما اللي ما بالغش وما تعمدش وقع لي شيء من هذا فلا شيء عليه، لا شيء عليه. القاعدة العامة وهي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ. ولو أن بعض الأصوليين قد يقول هناك تقدير محذوف، رفع عن أمتي إثم الخطأ أو رفع عنهم الخطأ حقيقة، فإحنا لا ندخل في هذه التفاصيل، كان نختار الأحكام الميسرة على الناس، لأن هذا هو المنهج النبوي الشريف. سيدنا النبي كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.